السلام عليكم، ازيكم شباب؟ هنطبق الجزء النظري بتاع صيد سمكة الحقول، او لها اسماء كتير كده، هبكتبها لكم في الفيديو جنب كده من ضمن الاسماء. العوام ده يعتبر عوام وفيه رصاصة، يعني هو نفسه فيه تقل، فما بترمي بيه ما انتش محتاج اصلا، يعني مش محتاج رصاص، مش محتاج اي تقل معاه يعني، وبيعوم في نفس الوقت. طيب هنجيب من الاول كده، انا ربطت الخيط بتاعي ايا كان هو بريد او نايلون في العوام من فوق، وادي العوام، وربطت تحت خيط حرير طول مثلا متر، وصلت حرير بمصفر مقاس المصفر ده مقاس 30 رفيع، يا رب كده يكون واضح. ويا دوبك ديت عبارة عن ايه، حوالي 30 سنتي 25 سنتي. حطيت هنا سنين، هو في كذا حاجة، ممكن سنين، ممكن سن واحد، ممكن سن وهوك، كلهم شغالين كويس. فأنا هجرب على الوضع ده كده قبل ما الشمس تغرب، لأن احنا قبل المغرب، هجرب لكم تجربة كده ونشوف إن شاء الله هتم معنا إيه. أنا أصح حاجة إنك تاخد السردين الحجم الصغير ده كده، هو ده أفضل حاجة، تشك فيه السن أو السنين وترمي تاخد من السمكة دي على طول. بس أنا ما فيش عندي سردين حاليا، مش لاقي سردين، فاخدت السمكة دي، هاخد منها شريحة رفيعة كده من هنا كده بطول السردينة، تمسك معايا في السن وتأدي نفس الغرض. يعني هاخد كده الشريحة دي، أو طبعا هي طريقة التطعيم دي مش مشكلة، يعني تستخدم أي طريقة. هي السمكة دي أصلا بتدخل على اي طعوم ممكن، بس تكون عايمه، طعوم صغيره كده وعايمه، لانك لو حطيت شدبه كامله السمكه دي هتدخل معاك، اي بس هتمسك دوبك من الديل وانت تسحب تقطع معاك كده يعني، فزي ما انتم شايفين هيبقى الشكل ده كده. يلا بينا نجرب كده ونشوف. رمينا اول رمية اهو، رميت اول رمية، وهنجرب نشوف كده الوضع. منظر جميل لما تشوف دلافين دي كده وهي عمالة تعوم، صراحة موضوع السوق ده يعني بيريح اعصابك، كأنك رحت لدكتور نفسي كده وقعدت تحكي له عن مشاكلك كده. منظر الغروب مع الدلافين جميل ما شاء الله. يعني دي النتيجة بتاعت أول رمية، مش أول رمية، تالت رمية يعتبر. أنا أتصور الدلافين واستنيت ثواني كده، يعني سرحت مع الدلافين والمنظر الغروب وكده، دي النتيجة يعني. كل وقص كمان، فممكن ده يكون عجام أو كده، فأنا هجرب تاني إن شاء الله. يا مدير خدنا واحد أهو، سمكة الخرم، هو دخل على شريحة سلماني رفيعة شبه السردين. خلي بالك وانت بتمسكه، لأن مرة فتح لي صبعي هنا. شوف السنين ماسكينها ازاي، يعني الكبير ممسكهاش، الصغير هو اللي مسك. دي فايدة السنين يعني. طبعا المصفر اتبهدل اهو، بس ما تقطعش يعني.
طبعا في اماكن تانية فيها السمكة دي كتير جدا، السمكة دي ملهاش مكان، يعني اي مكان مية جارية، مية هادية، اي حاجة زي كده بتلاقي السمكة دي موجودة فيه. شايفين ده مقوس ازاي؟ شكله كان مكسور قبل كده او حد اصطاده قبل كده يعني. خدت كمان واحد اهو، حطيت له حبار، طعم حبار برضه دخل على كده. يعني هي السمكة دي بتخش على أي حاجة. المرة دي بالع، بالع السن كله. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتستفيدوا منه، هو مفيد للمبتدئين طبعا. الناس القديمة في الصيد يعني بتاخد السمكة دي ترميها، طعمها حلو بتتاكل وكل حاجة، بس يعني مش بعد فترة هتزهد فيها يعني. يلا كل سنة طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة النهاردة هتكلم فيها دي خاصة بالمبتدئين، ناس المبتدئين اللي عايزين يستخدموا طعم زي الشلب، وده من أفضل أنواع الطعوم، والسردين، وده من أفضل برضو أنواع الطعوم. طيب إزاي نحطه في الصنارة النوعين دولت؟ حتة تانية، لو أنا بصطاد على يعني هصطاد بالسمكة كاملة كده، إزاي أفضل طريقة أحطها في الصنارة إزاي بحيث استنى بدون يعني بدون ما يكون فيها أي فتحات أو جروح يأكل منها السمك الصغير، عشان تغيب أطول مدة في المية والسمكة الكبيرة تاخدها إن شاء الله. أول حاجة هبدأ، لو إحنا بنصطاد الخروم، الخرم أو الخرمان أو أيا كان اسمه في بلدك، هو ليه نظام معين انت بتربط له سنارة معينة عشان تطلعه بأفضل طريقة. أول حاجة هنجيب مصفر، المصفر ده مقاس 30 مقاس 40 يعني المتاح عندك، يكون رفيع زي كده. هناخد منه حوالي 30 سنتي، أي نوع مصفر يعني قد الغرض، سن مقاس متوسط زي كده يعني، ده مقاس 5 أو 4 حاجة زي كده يعني مش متذكر، هو ده السن ياباني أعتقد إنه باين اهوت. هنربط اي ربطة مناسبة ليك انت كمبتدئ، اي ربطة مناسبة ليك، طبعا الربطات كلها متاحة على اليوتيوب، ممكن تتعلم اي ربطة مناسبة، اسهل ربطة اربطها. انا بالنسبة لي بربط الربطة دي. بقيت الربطة جاهزة، احنا كده ربطنا البريد في المصفر، والمصفر فيه المدار او السن اللي بتصطاد بيه. طيب الطول ده كام؟ الطول ده طول البريد متر تقريبا، هنعمل تحت هنا عادي حلقة عادية. طبعا الناس المبتدئة برضو هتعمل الطرفين على بعض اهمت، وهنربط لفتين، ادي واحد ادي اتنين وتسحب تسحب تسحب الطرفين برضو، نسيب حوالي سنتي ونقطع. طيب انا كده هو كده السن ده جاهز للصيد. ده انا بستخدمه في صيد بنصطاد بيه الخرم، الكنايات، البراكودا بجميع انواعها يعني عموما يعني. طيب انا عايز اقطع مثلا سردينه، طيب افضل حاجه
افضل حاجه. طبعا مش كل الناس بتستحمل كده، ورجع انا كل ما اجي هرمي هخيط، انا بالنسبه لي كل ما اجي برمي بخيط، يعني نادرا لما بستخدم طريقه تانية، بس هوريكم طريقه تانية اسهل. لو انت بتصطاد مثلا على الخرمه هيبقى الموضوع اسهل شويه، يعني بياكل بسرعه وبتطلعه اسهل، وسمكه مش متعبه يعني، متوفره على طول. فهوريك طريقه انك تربط من بره كده سريعا، هتكون كويسه بره. بس خلينا في دي، يعني لو فرضنا دي شهادة بها، هعدي منين من هنا؟ من عند العين. هنعدي منين؟ شايف العين؟ عين السمكة اهي. انا عايز العين تكون سليمة، ما يحصلش اي حاجة. فهاجي بعد العين، عايز بقى دكتور جراح دي، تعدي من بعد العين وتخش طوالي. عايز جسم السمكة كله سليم ما فيهوش اي مشاكل، هتطلع من نهاية السمكة اخر نقطة في الديل. طبعا هتحس بصبعك كده لحد ما تطلع، شوف اخر حتة. الابرة دي طبعا هي ابرة انت بتشتريها من سوق السمك او بتشتريها من اي مكان متخصص بيع ادوات صيد، بتلاقي عنده احجام من دي، بتستخدم الحجم حسب نوع السمك. يعني انا عندي حجم كبير شوية بستخدمه للشدب، واستخدمه للسلمان الصغير كده يعني. فهي طبعا مفرغة من هنا بحيث اقدر ان انا احط فيها الحلقة دي كده بالشكل ده، واسحب واعدي من ناحية. خلي بالك وانت بتسحب في الحتة دي ان انت ما تسحبش عين السمكة، انا عايز عين السمكة تكون سليمة. طيب عدينا، هنسحب وادي استنى اهوت، وصلنا له، نعدل بس المصفر، نسحب هنعدنيها هتبقى كده. كده تمام تمام اول ما السمكة بتضرب معاك بتشك، طبعا بتاخدها على طول. تمام. طيب فرضا ان السمكة دي طرية او زيادة عن اللازم، وكل ما تيجي ترميها بتنتاني منك او هترمي بعيد شوية، فالرمية الشديدة هتروح جاية متنية منك ولا كده، بستخدم لها خلة السنان دي. تمام. بحطها كده من فم السمكة، بخليها لحد هنا كده. طب دي فايدتها ايه؟ بتخلي لك السمكة كأنها سمكة بلاستيك، يعني بتخليها صلبة وماسكة نفسها. طب هل هتفرق في الصيد؟ هتفرق معايا في الرمي وان السمكة ثابتة ومعدولة، ده الفرق الوحيد. انما السمك الكبير هيضرب عليها وهيبلعها بكل سهولة. هعديها برضو من غير ما اجرح السمكة نهائيا، شوف اي حاجة معايا كده وأعديها بيها. طبعا كده هي مش باينة، ولكن السمكة عاملة ازاي، ماسكة نفسها بكل سهولة، تيجي ترميها بعيد تروح ابعد مسافة يعني. دي طريقة من الطرق. خلينا نشوف طريقة تانية، هنطلع السن ده ونشوف طريقة تانية. لو انت مش عايز تستخدم الطريقة اللي فاتت اللي هي انت تخيط السمكة، خلاص مفيش مشكلة، في طريقة تانية. هتيجي معدي من هنا كده من فم السمكة نفسه، هتفتح الفم تعدي منها، تعدي فين؟ على النغنيش دي كده يعني. عديتها من هنا اهو، وهتروح هنا كده وتقلب كده، كده تمام. وهنسحب الكلام ده كله، هنعدي من هنا كده وهتخليها بالشكل ده كده. تمام. برضو نفس القصة، لو انت عايزها تكون ثابتة وهي تكون فيها مشكلة ولا حاجة، او الفم بيتفتح بالمنظر ده كده وانت عايزه لا مغلق شوية، هتيجي من دقن من تحت وتنزل تسد خالص وتخش طوالي. تبقى السمكة بالشكل ده وماسكة نفسها، تيجي ترميها بعيد، ما
مع اول شكة هتضرب على طول وتشك. ممكن طبعا تكبر السن ده شوية، ممكن تخليهم سنين، يعني انت ممكن الحاجات دي سهلة تتحرك فيها، بس دي الطريقة دي هتأدي معاك الغرض وهتبقى ممتازة جدا جدا، والحمد لله انا جربها باخد بيها سمك حلوة يعني. لو فرضنا ان انت على المية وخلاص ما لقيت معكش مصفر او نسيت المصفر او المصفر خلص منك، فانت عايز تصطاد على الكنايات على الخرم، عايز تصطاد على الاسماك دي وانت ما معكش، هتعمل ايه؟ خلاص هنستخدم نايلون بس، ولكن هنربط كذا سن علشان نقدر ناخد السمك بسهولة وما يقطعش مننا النايلون. طب ده نايلون مقاس 60، طبعا لو معاك مثلا مقاس 70 يكون كويس، 60 كويس ماشي، 80 كويس ماشي، مش هتفرق، يفضل يكون اللون الابيض. تمام، هقولك تربط عليه ازاي السمك. هتاخد متر ونص وتربط فيه مباشر، هوريك تربط ازاي. في الحالة دي لما نحط 3 سنون مش هنعرف نخيط، لانه مش هنعرف نعدي السن من السمك. السنار ده مستد مقاس 5، بس برضو اي سنار يأدي الغرض، المهم يعني الحجم يعني يكون قريب من الحجم ده، اكبر شوية او اصغر شوية مش مشكلة. خلينا نبدأ نربطهم. ونشيل. طيب شهادة زي دي احطها ازاي؟ من أنف السمكة. تمام، أدي أول واحدة. طيب تاني واحدة، طيب تالت واحدة، شكها جواها كده. طيب إيه الفايدة من الكلام ده؟ ليه؟ اقول لك الكناية والسمك اللي زي كده ضربته شديدة شوية، يعني انت اول ما تضرب معاك سمكة، اول ما تضرب في اي مكان في السمكة، هي غالبا بتضرب في يعني من النص وانت نازل، يعني في الغالب يعني. طيب ضربت من الراس، ضربت من الديل، مش مشكلة، اول ما تضرب شك. هتاخدها من اي ناحية؟ انا مرة ما خدتها من بطنها، خدتها من جنبها، خدتها من واكلة من سن، السن ده ماسكها وده ماسك في جنبها، المهم ان هي بتطلع وخلاص. فانت عندك 3 سنون، لو ضربت في اي حتة من المكان ده ان شاء الله هتطلعها. المشكلة عندك بقى لو ضربت من هنا، طبعا هتاخد كل ده وتروح. فده حل انا بشتغل بيه لما يكون العدة خلصت مني، أو السمك مش راضي ياكل على المصفر. ساعات أرمي كتير بالمصفر ما ياكلش، أول ما أرمي نايلون ياكل على طول، معناها إن السمكة شايفة المصفر لسبب ما، يعني يكون إضاءة قوية في المكان، يكون المصفر اللي أنا بستخدمه فيه لمعة معينة هي شايفاها، أيا كان الموضوع فهي بتلمحه. أدم لمحته خلاص كل سنة وأنت طيب، يعني مش هتعرف تطلعها. فخلاص انا بشتغل بنايلون وبفضل اللون الابيض او اللون الازرق اللي هو شبه المية. اللونين دولت انا اشتغلت بيهم خدتهم سمك حلو. لما غيرت الالوان تانية كان بتواجهني صعوبة شوية يعني. فالمهم انا مع التجربة خلاص بقيت شغال باللون الابيض، افضل شيء بالنسبة لي بالذات في الحاجات اللي زي دي. دي طريقة. طيب بالنسبة لي السردين نفس الموضوع، ممكن نستخدم له حتى الربطة الاولى ديت لو كده، نفس القصة اعتقد انه نفس يعني الموضوع، مش محتاج اعادة يعني. هتعديها عادي من الفم، تطلع من النغنيش بالشكل ده، ممكن عادي على فكرة ممكن تطلعها كده وتشكها هنا كده، يعني تبقى بالشكل ده.
اي طريقة يا جماعة صحيحة، هتلاقي طرق تانية، هتلاقي ناس بتعلق في التعليقات تقول لك لا في طريقة افضل كذا كذا، كل ده صح. انا بكلمك على حاجات انا جربتها وخدت بيها سمك ما شاء الله كويس، فلو تقدر تستخدم الطريقة دي، لو عندك طريقة تانية تستخدمها وبتقدم معاك الغرض وبتديك نتيجة كويسة خلاص استخدمها، مفيش مشكلة، كلنا بنتعلم من بعض. نفس الموضوع لو انت عايز تثبت السمكة، بتديها خلة من دول تبقى عاملة زي البلاستيك، ممكن بلاش الطريقة دي، ممكن طريقة تانية نفس الطريقة اللي قلتها في الشدبة الأولى، هنعدي من هنا تمام وهتقلب كده كده، هنعدي كده ونقلب كده ونستخدمها برضو نفس الموضوع. طيب وهنقفل المكان ده ازاي؟ نقفله برضو بخلة سنان، ممكن نقفل الفم كله كده اهو، تمام التمام ولا باين اي حاجة. لو حد محتاج شرح اي حاجة في الكلام ده اعيد تاني قولولي، لو محتاجين لو في تعديلات لو في حاجة افضل يا ريت تبلغوني برضه، انا بتعلم في طرق كتير غير مستخدمة، انا بستخدم كام طريقة مأديها معايا الغرض وجربت. ده العوام اللي هو الاخضر ده ب5 ريال حاجة كده يعني، يعني هيتلاقي واحد بيقول لك لا ده ب10 وب12 اصل بينور بالليل، قول له لا انا عايز اللي بيضلم مش عايز اللي بينور، هات ارخص حاجه فيه لان هو انت مش محتاج فيه حاجه غير كده يعني. هو الميزه فيه ان انت مش محتاج تقل، مش محتاج رصاص تحت، هو تقيل لوحده فما بترميه بيوصل ابعد مسافه. طبعا افضل حاجه انك تستخدم بريد حرير، او نفترض انك راجل مبتدئ ومش عايز تصرف فلوس كتير وعندك عده عايز تمشي حالك بيها، خلاص نايلون كفايه، بس يفضل نايلون مثلا يكون 40 يكون 50 وتكون لسه مركبه على الماكينه عشان تقدر ترمي بعيد وتاخد سمك افضل يعني. طبعا هنوريكم ساعتها بقى احنا هنصطاد ازاي، وان شاء الله ناخد سمك كده ونتسلى مع بعض شوية في فيديو بسيط صغير كده.